لا ورقة مش وعين. موجودة الورقة ضايعة. حلو. أنا ما حفظتش من الورقة خالص، أنا حفظتهم كتب وبسمع. طاهرة مع الكلمات كتبتهم. كتبتهم البلاتشان وانا طاهرة. اتمرمر يلا يا شيخ هاتهم. اتمرمر دي كلمات كلهم كتبتيهم في ثلاث مقاطع. ثلاثة شو الخط هنا؟ بسرعة بسرعة. هيدا هون وبعدين ورا هيدا. فهمت. اوكي. من الأول بلها دول. هذا الموال؟ لا اللي تحت موال. اشرحي لنا الهيروغليفي طبعا. هذا هو الموال. ايه. فأنا في الأول قالت رانيا إن الموال شالوه فما ما حبيتش أكتب، بس في الآخر كتبته. اوكي. وكل اللي فوق ده خطي أنا. اوكي اول واحد يفضل ما تغني فيه يعني من الشعر الاشقر الاسمر تمرمر انسى الموضوع. ثاني واحد ام الزنار نورت الدار لما كنا صغار لا انسى الموضوع. طب ما انت الاغنيه كلها بتقولي ستوته يا ستوته وبتمشي. بتغني اخر مقطع انت والحب ربيتي واحلى دنيا جيتي. حلو. وكلمة على الارض مشيتي رح نعمل لك زلغوطة. احلى. زبطنا. زلغوطة. زلغوطة. وانت ثالث واحد. وزينة اول واحد. كنت عايزين نغني انا وهي. يا انت عايزة. انت كل يوم في عندك حالة عشق مع حدا؟ اليوم زينة اليوم دور زينة. طاهرة مص يعني الكوبليه اللي في النص كوبليه تاني حفظتي؟ لا حفظت اللحن بس الكلمات لسه بتكلم بس على الكلمات. يعني حلوية من الزنار يا حلوة يم الزنار بجمالك نورت الدار نسيتي لما كنا صغار نلعب تحت البلوطة. خالص خالص. يلا زينة.